الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كل الناس يبحثون عن السعادة أو يبحثون عن الهروب من الواقع الأليم اللي هو أحيانا بيبقى عنده قدر من الألم والهموم والديون أو مشاكل اجتماعية أو أسرية أو فشل دراسي أو غيره، عايز يهرب من هذا الواقع. فالبعض يقول له بقى تبحث عن السعادة تهرب الواقع دوت، فالبعض يقترح عليه والعياذ بالله أن يشرب المخدرات أو المسكرات أو الخمور باختلافها بقى، سواء كان ذلك بقى البانجو أو الحشيش أو الهوريين أو الاستروكس أو الترامادول أو الفراولة أو المسميات المختلفة لذلك أو الصليبة أو الدرشام أو الحقن أو المكس، كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر، أي شيء بيسكر يعني هو خمر وكل خمر حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثير فقليله حرام، ودي سعادة وهمية لأن بعد ذلك سيفيق وسيكون على التعاسة والواقع لا يتغير، وهذا بيدمر الأمم ويدمر الشعوب ويدمر الطاقات ويدمر الإنتاج ويدمر الاقتصاد ويدمر مستقبل الأمة وشبابها وعمادها. يعني هل هؤلاء عندما ينتشر المخدرات هل دول هيجاهدوا هينتجوا هيعملوا هيبقوا ناجحين في دراستهم؟ أبدا. فلذلك مسألة أمن قومي مسألة خطيرة، وانتشار ظاهرة المخدرات كبيع وشراء وتعاطي ويعني البيع هذا من الإفساد في الأرض، وهذا حرام وهذا ربح حرام حتى وإن كان سهلا عند البعض. الله عز وجل حرم ثمن الخمر يعني ويعني لعن في الخمر 10 بائعها ومبتاعها وشاربها، كل دول ملعونون ومن التعاون على الإثم والعدوان. فهذا مال سحت ومال حرام، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وكذلك شرب هذه الأمور هذا من الخطر الكبير جدا في الدنيا وفي الآخرة، والعياذ بالله من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، والعياذ بالله يشرب يوم القيامة من طينة الخبال من عصارة أهل النار من القيح والصديد والعياذ بالله الذي يسيل من فروج الزناة والعصاة والفساق والعياذ بالله، يعني الذي يشرب الخمر في الدنيا. غير بقى ان في الدنيا يعني انه ذهاب العقل، مع ان العقل ده نعمة من ربنا، والعقل دوت هو يعني من مقاصد الشريعة العامة والمقاصد الكلية حفظ العقل، وان غياب العقل ده ممكن يؤدي الى القتل، ممكن واحد يغيب عقله يقتل، ممكن يزني، ممكن يزني زنا المحارم، ممكن يقع على امه، ممكن يسرق والعياذ بالله لكي ياتي بالمال لينفق المخدرات، الحوادث السيارات بسبب كثير بقى من سائق القطار والسيارات والاوتوبيسات بسبب الخمور والعياذ بالله، فيؤدي الى يعني مفاسد كبيره جدا، وممكن يؤدي الى الطلاق والى هدم الاسر والعياذ بالله، يعني فمفاسد ضخمه. يعني لابد ان احنا نقاوم هذا الشر، لازم وقفه مجتمعيه، وقفه ثقافيه، وقفه اعلاميه، وقفه من الدوله من النظام من المساجد من الاوقاف للحفاظ على الدوله من انهيار وحفاظ على شبابنا. احنا بنجد انتشار هذه الظاهره للاسف الشديد بين الناس، تغير ان شرب الخمر من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وترتب عليها الحدود في الدنيا، يعني يجلد 40 جلده على قول او يجلد 80 جلده، وفي احاديث يعني فان شربها في الرابعه قتل، ممكن يقتل على ذلك على سبيل التعزير. يعني فيعني الاحاديث يعني شديده والحدود، وهو حد من حدود الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا ان نحذر شبابنا من ذلك ولا يتساهلوا ولا يستسلموا لهذا الواقع. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ هذه الامه من هذا الخطر العظيم، خطر الإدمان والمخدرات والخمور، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر ومنها وبطن. اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.